السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله يبارك فيك للا. بارك في راسكم، جيت الوالدة والله رزقكم الصبر أيوب. الله يطول عمركم للا فاتحة. الله يخليك صحيحتك. جزاك الله ألف خير. الله يخليك صحيحتك. أنا بغيت ندعي عليا مع ولد أختي تبلى لينا ويتي مسكين تبلى وأمه مريضة وواحد الحالة ما نقولش ليك ولا معيشنا فيها. الله يخليك صحيحتك، بغيتك تدعي معاه. لا إله إلا الله. يعفو عليه الله، يعفو عليه الله. يا رب يا كريم. محنا بزاف تمحن ومحنا ومحن مهمته مسكينه مريضه بزاف. لا اله الا الله. الله يخليك صحيحتك ويخليك وليداتك. الله يشفيك. ما تعطيني النمره ديالك، الله يعطيك صحيحتك. واخا لاله فاتحه باذن الله. واخا لاله الله يحفظكم. صحيحتك ودعي معنا، الله يخليك صحيحتك ودعي عمي طلبوا لله في عمرها ويعطيها صحيحتها. يا ربي يا كريم، يا ربي الله يفرج عليكم لاله فاتحه. امين سيدي امين. لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. لا اله الا الله. اللهم امين لله، اللهم امين. والمشكل هذا كبير لا فاتحه، مشكل الشباب اللي ولاو كيتبلاو خصوصا في هذه الظرفيه الصعيبه مع الحجر الصحي ومع ضغوطات نفسيه. شباب ولاو كيتعرضوا للمخدرات باش ينساو، او كيتعدد لحبوب الهلوسه باش ينسى. الواقع كيبان مرير ولكن ما كينساش، كيضاعف الازمه وكتعود العائله كلها معذبه. يا ما زرت عائلات بلا عدد في هذه الظرفية ديال كورونا، والسبب ديالهم أنهم ولادهم 18 عام 20 عام 24 عام كيعانيوا معهم العذاب الأليم، الويل ثم الويل ثم الويل. يعني كيضرب وكيهرس وكيهدد، وهو مسكين مريض، هو مريض، هو مبتلى، هو فاقد الشعور. كتحاول بكل أسلوب الأساليب أنك تحاول تهدنه، تحاول أنه يندمج في المجتمع. كتقول لي غيندمج فين غيندمج؟ مع الحجر الصحي كنا كنديو بعض الشباب الى دور الشباب، دور الشباب فيها المسرح، فيها موسيقى، فيها سطرنج، فيها جمعيات تربويه، فيها كذا كيندمج. او كنديهم الاماكن الرياضيه، ها كاين واحد النادي هناك، كاين واحد النادي هناك. دابا الان مع الحجر الصحي كل شيء واقف. النعم اللي كنا عايشين فيها ما كناش عارفين المقدار ديالها حتى فقدناها. فالشاب ما كيلقى امامه متحجة الى اربعه الجدران، وخصوصا خصوصا ابناء العائلات الفقيره. بالله عليكم، واش يمكن عائله كتسكن في غرفه مكونه من مترين على ثلاثه زائد واحد القنيته دايرين كويزينه وكنيف فيسي مشترك مع الجيران، وكنقولوا ليه الحجر الصحي وغادي يبقى 100 يوم هو هناك ما تخرجش؟ راه ما يمكنش. راه هذا هو الموت الحقيقي. راه الانفراج اللي قامت به الان الحكومه برفع الحجر الصحي راه نعمه، نعمه عظيمه ونعمه عظيمه، لان الناس غادي يموتوا بلاش، ماشي بالكورونا. كاين اللي غادي يموت بالبروده، كاين اللي غيموت بالليميديتي، كاين اللي غادي يموت بالاختناق، كاين اللي غيموت بالجوع، وكاين اللي غيموت بالضغط النفسي. فاللهم نخرجوا ونشموا الهواء ونعيشوا حياه طبيعيه وناخذوا الاحترازات الوقائيه، وربي سبحانه وتعالى غادي يرفع البلاء قريبا باذن الله. الله يفرج عليكم لاله فاتحه، الله يصلح لكم هذا الشاب، اللهم تعالى يتولاه بالعنايه والرعايه ويحفظه ويبارك فيه ويستره، اللهم امين يا ربي يا كريم. السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناه تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله.